يقوم الآن الطاقم الطبي بمتابعة الأمر لوجود غبار كثيف. الآن يختنقون. هذا القسم تعرض فجر اليوم إلى قصف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هنا حتى قسم العناية المركزة، هؤلاء الأطفال الذين كانوا على الأجهزة، أجهزة دعم الحياة، أجهزة التنفس الصناعي، تم نقلهم هنا إلى الممرات، إلى ممرات غرف العناية المركزة نظرا إلى الخطر الشديد داخل القسم. هنا يعني حرم جميع الناس هنا من أجهزة دعم الحياة، أصبحوا عرضة لأن يفقدوا حياتهم بسبب عدم وجود أجهزة الحياة، أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بهم. نحو 29 مريض يتعرضون لهذه المأساة. هذه هي آثار القصف الإسرائيلي على المجمع. هذه يعني لا نعلم إن كنا سنتقدم وإن كان الأمر آمنا بالأصل، تقدمنا بعض الشيء وتقدمت الكاميرا لترصد ما حدث بالضبط داخل هذا القسم. انظروا إلى هذا القصف الذي استهدف يعني مكان تواجد المرضى، مكان تواجد الأطباء. أصبح القسم ضرب، كما تم القصف هنا انهيار أجهزة التكييف واللازمة لضبط درجات الحرارة داخل قسم العناية المركزة. Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. The IDF forces include medical teams and Arabic speakers with the intent that no harm is caused to the civilians being used by Hamas as human shields. Hamas must not, should not use a place like a hospital as a shield for their presence. That is as strong a statement under humanitarian law as is the statement that the hospital should not become a place of a war zone of danger. We find these two issues equally important and equally understandable for both sides. Our concern on the humanitarian side is for the welfare of the patients of that hospital.